السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في حلقة مهمة جدا. هنراجع ونحل ونشرح أهم 155 جملة في الوحدة السابعة والثامنة، وده مكرر شهر مارس، واللي إن شاء الله بنتوقع إن مش هيخرج عنهم الامتحان. ركز معانا إن شاء الله وشوف بنختار إزاي وبنختار ليه عشان تقدر تحل الامتحان اللي هيجيلك مهما كان. بس قبل ما نبتدي صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مش هطول عليك، يلا بينا. تعالى يلا نشوف نمبر 1، قول لي I saw a or an about dolphins. طبعا بقول انا شفت ايه عن الدلافين، يا ترى bowling ولا fun fair ولا exhibition ولا station؟ اكيد طبعا exhibition بمعنى معرض، لان fun fair يعني الملاهي، وعندنا bowling بمعنى البولينج، وعندنا station معنى محطة. نمبر 2 بقول لي my father was ill، يعني بابا كان عيان. He didn't go to work yesterday. طبعا هنا حبايبي بابا كان عيان، ده السبب. طب ودي نتيجة لكده ان هو ما راحش العمل امبارح. طب النتيجة بيجي قبلها ايه؟ اللي بيجي قبلها so. so يا حبايبي معناها لذلك، تاني so معناها لذلك. نمبر 3 بيقول لي ايه did you go last weekend، تاني ايه did you go last weekend. طب يا ترى هقول what did you go، ماذا ذهبت، ولا where did you go، اين ذهبت، ولا which did you go، ولا whose did you go. اكيد طبعا هقول where did you go last weekend، يعني اين ذهبت او في عطلة نهاية الاسبوع اللي فات. نمبر 4 I learned a lot when I saw some old at the museum. طبعا بقول انا اتعلمت كتير لما اشوف بعض الايه القديمة في المتحف. طبعا في المتحف اكيد هشوف تماثيل، والتماثيل اسمها statues، تاني التماثيل اسمها statues. نمبر 5 بقولي I love the fish، يعني انا حبيت السمكة. But I didn't see any whales، لكني ما شفتش اي حيتان. فين يا حبيبي؟ طبعا اكيد ما شفتش اي حيتان في الاكواريوم، وان الاكواريوم ده متحف الاحياء المائية. نمبر 6 بقولي we went to the sports A to play basketball. طبعا بروح لسبورتس A، اكيد لسبورتس سنتر، وان حبيبي لسبورتس سنتر اللي هو نادي رياضي او مركز رياضي. طب نمبر 7 بقولي I went bowling an hour. طبعا هنا حبيبي went في زمن الماضي، وطالما went في زمن الماضي يبقى اللي بيجي بعد المدة الزمنية هي كلمة ago، فحقول I went bowling an hour ago، تاني I went bowling an hour ago. وهنا لازم ألاحظ ان went bowling، وان حبيبي ان go بيجي وراها دايما الرياضات اللي فيها ing، تاني go دايما بيجي وراها رياضة اللي فيها ing، شكل go diving go running go swimming go sailing and go bowling، وهنا الماضي بتاعها طبعا went bowling. تعال نشوف نمبر 8 بقولي I ate a haircut 2 weeks ago. طبعا هنا الكلام في زمن الماضي يبقى لازم اختار الماضي. طب فين الماضي من هنا؟ قال لي had، تاني had والماضي من have وhas، وI had a haircut معناه ان انا قصيت شعري. نمبر 9 I don't like rock music، بقول انا ما بحبش موسيقى الروك. but I quite like، لكن الى حد ما. قلت له خلي بالكوا حبايبي من كلمة quite اللي معناه الى حد ما، quite مش et، لان et تبقى هادئ. but I quite like a music، لكن انا الى حد ما بحب الموسيقى الايه. طبعا هنا الموسيقى التقليدية شكل ما احنا عارفين اسمها traditional music، تاني traditional music. نمبر 10 بقول I like his stories like Robinson Crusoe. طبعا لو بصينا على Robinson Crusoe شكل ما احنا شفنا انها قصة مغامرة، وقصة مغامرة اسمها adventure story، تاني adventure story. نمبر 11 بقول I was cold and it because it rained last night. بقول انا كنت بردان وايه لان الدنيا مطرت الليلة اللي فاتت. طالما الدنيا مطرت يبقى اكيد انا كنت بردان ومبتل، مبتل يعني ويت، تاني مبتل يعني ويت. نمبر 12 بقول كروزو سوام تو اي ايلاند but there were no people. بقول لي ان كروزو ده عام لجزيرة ايه بس ما كانش عليها حد. طبعا لما انسان بيغرق فبيروح لاقرب جزيرة، واقرب جزيرة او جزيرة مجاورة اسمها nearby، تاني nearby. 13 بقول my friend plays the piano in a famous A. بقول لي ان صديقي بيلعب البيانو في famous ايه. طبعا قلنا الفرقة الموسيقية حبيبي اسمها band، تاني الفرقة الموسيقية اسمها band. نمبر 14 بقول كروزو found a fish and ate it، وكلها كمان. but it wasn't nice، لكنها ما كانتش جيدة. طبعا قلنا حبيبي كلمة ميت الصفة اسمها dead، فلما اجي اقول سمكة ميتة اقول dead fish، لكن death دي معناها الموت، و dead معناها هل او كفعل مساعد معنى فعله، وضايد كمان معناها مات. فاذا ميت الصفة اسمها dead، تاني يبقى dead هنا معناها ميت، فسمكة ميتة اسمها dead fish.
Number 15 بيقولي the ship sank يعني السفينة غرقت because of a terrible ايه because of دي يا حبيبي معناها بسبب فبيقولي بسبب ايه فظيع اكيد بسبب عاصفة فظيعة والعاصفة اسمها storm تاني العاصفة اسمها storm طيب تعال نشوف number 16 بيقولي the A is a musical instrument بيقولي آلة موسيقية يا ترى trumpet ولا tablet ولا laptop ولا الموبايل فون اكيد الآلة الموسيقية هي trumpet وانا trumpet اللي هو البوق number 17 بيقولوا we always a for what to do at the weekend بقول احنا دايما ايه اللي احنا هنعمله في عطلة نهاية الاسبوع يا ترى travel نسافر ولا make نصنع ولا plan نخطط ولا climb نتسلق اكيد يا plan وplan بمعنى بنخطط number 18 بقولوا I had a nice pizza وانا بيتزا اللي هي البيتزا فبقول I had a nice pizza a olives and pepper طبعا هنا بيتزا بالolives والpepper اسمها بيتزا with تاني بيتزا with olives and pepper number 19 بقول I watched a wonderful play for عادل إمام يعني أنا شاهدت play هنا حبيبي مش معناه يلعب play هنا معناها مسرحية فبقول لي أنا شاهدت مسرحية رائعة لعادل إمام in the طبعا أنا بشاهد المسرحية فين يا حبيبي اوعى تقول في السينما أمال بشاهدها فين هقول theater والtheater بمعنى مسرح طب number 20 بقول mom helped me in my homework بقول لي ماما ساعدتني ان انا اعمل الايه الواجب قلت يا حبيبي هيلب مفعول بيجي وراها حاجه من الثلاثه قلت هيلب لما يجي وراها مفعول قال بيجي وراها حاجه من الثلاثه هي مصدر بس يا يجيب لي تو والمصدر يا يجيب لي وذ والاسم ثاني يجيب لي وذ والايه والاسم طيب هنا جاب لي ايه قال لي جاب لي الاسم يبقى اذا هجيب قبله على طول يا حبيبي وذ فاقول مام هيلبد مي وذ ماي هوم ورك يعني ماما ساعدتني في الواجب بتاعي طب تعال نشوف نمبر 21 بيقول لي ماي فادر سام تايمز اي مي تو سكول ايرلي خلي بالك من الكلام بيقول لي بابا ساعات بياخدني المدرسه معاه فناس كتير قوي لو جاب لي الاغتراب المنظر ده هتجري على تيك وتنسى ان ماي فادر ده مفرد والمفرد ما ينفعش يجي معاه مصدر ابدا يا حبايبي المفرد لازم يجي معاه فعل في اس او اي اس في المضارع البسيط فاذا هقول ماي فادر سام تايمز درايفز مي يعني ايه درايفز مي مش معناها بيسوقني درايفز مي معناها بيوصلني تاني درايفز مي معناها بيوصلني بالسياره للمدرسه مبكرا طب نمبر 22 بيقول لي موست تشيلدرن ار اي اوف دوجز طبعا يا حبايبي احنا قلنا معظم الاطفال بيخافوا من الكلاب طب يخاف يعني ايه قال لي فرايتن تاني خاف اسمها فرايتن are frightened يعني خايفين من قلت لكم يا حبايبي دي الصفه اما brave شجاع bad سيء good معناها جيد نمبر 23 بيقول لي منال moved her new flat last week طبعا ينتقد الى اسمها move to تاني ينتقد اسمها move to نمبر 24 بيقول لي هاني was so about his exam that he couldn't sleep لدرجه ان هو ما قدرش ينام يبقى كان ظروفه ايه بقى قبل الامتحان اكيد كان متوتر متوتر وعصبي اسمها nervous تاني متوتر وعصبي اسمها nervous تعال نشوف نمبر 25 بيقول لي is an indoor center where you can look at the sea animals and fish living in water يعني مكان كده مركز داخلي بتقدر تشوف فيه الاسماك والحيوانات البحريه ده بسميه يا حبايبي قلت بسميه اكواريوم وان اكواريوم اللي هو متحف الحياه المائيه انما بلانيتاريوم دي القبه السماويه ستاديوم ده الاستاد وفان فير قلنا الملاهي نمبر 26 بيقول لي از ا بليس وير يو كان جو بولينج طبعا هتلعب بولينج فين اكيد طبعا هلعب بولينج في البولينج الي تاني قلنا بولينج الي يعني صاله البولينج طب نمبر 27 بيقول لي there is a swimming in near our house طبعا قلنا يا حبايبي حمام السباحه اسمه swimming pool تاني swimming pool مش بول ولا بولي ولا بول طيب تعال نشوف نمبر 28 بيقول لي is an indoor center where you can learn about stars and planets طب هناك كنا بنتعلم عن الحيوانات البحريه انما هنا بنتعلم عن النجوم ويا حبايبي والكواكب يبقى اكيد ده فين في البلانيتاريوم هنا البلانيتاريوم اللي هي القبه السماويه طيب نمبر 29 بيقول لي ايه از ا بيلدينج تو كيب اند ديسبلاي امبورتنت ثينجز كيب يعني نحتفظ بيه ديسبلاي ونعرض امبورتنت ثينجز فروم ذا باست من الماضي طبعا ده بسميه الميوزيوم قلنا الميوزيوم يعني المتحف تاني ميوزيوم يعني متحف هو اللي بنعرض فيه الاشياء القديمه اللي موجوده من الماضي 30 بيقول لي ايه از ا بليس وير يو كان بلاي اور واتش سبورتس ماتشز هتقدر تشاهد مباراه كره القدم او تشاهد مباريات او تلعبها فين اكيد ان ذا ستاديوم قلنا ستاديوم اللي هو الاستاد terrible means very بيقول لي فظيع معناها very قال لي very bad يعني bad سيء ما اقدرش اقول terrible معناها very good or happy or well
طب نمبر 32 بيقول كروزو رود اوف وات هابند تو هيم اون ذا ايلاند. طبعا هنا حبايبي كان بيكتب المفكرات بتاعته، المفكره معناها دايري، اتس نوت ديري، لان هنا ديري معناها منتجات البان. طب نمبر 33 بيقول وين يو ار وريد اور فرايتند اباوت سمثينج يو فيل، بيقول لما تكون قلقان او خايف من شيء فانت بتشعر بايه؟ قلنا فيل نيرفس، قلنا نيرفس معنى عصبي او متوتر. خلي بالكوا حبايبي، قلنا فيل بيجي وراها صفه ما بيجيش وراها حال. نمبر 34 بيقول ايه وايز مان ايه ا جود ديسيجن، بيقول ان الراجل الحكيم ايه جود ديسيجن، طبعا جود ديسيجن يعني قرار جيد، فاكيد الوايز مان ميكس جود ديسيجن، وان ميك جود ديسيجن يعني يتخذ قرار. طيب نمبر 35 بيقول ماي براذر لايكس تو ايه بولينج ات ذا ويك اند. قلت يا حبايبي خلي بالك، خلي بالك من ايه يا مستر، قلنا الرياضات اللي فيها اي ان جي كلها بيجي قبلها جو، فقول جو بولينج. Number 36 school at school children like to buy many things from the school. طبعا في المدرسة الأولاد بيشتروا الأغراض بتاعتهم أكيد منين؟ من السكول كانتين، وأنا سكول كانتين اللي هو مقصف المدرسة. Number 37 بيقول لي is a large brown hard nut that grows on a palm tree. طبعا بتنمو في نخلة ولونها بني وكمان صلبة، دي أكيد الكوكونتس، هنا الكوكونتس اللي هو جوز الهند. طيب تعال نشوف نمبر 38 بيقول A is a hole inside a mountain. بيقول حفرة كده داخل الجبل، قلت يا حبايبي دي بسميها كيف، وكيف معناها كهف. نمبر 39 بيقول ليتس جو، خلي بالك ان ليتس بيجي وراها مصدر، اوعى تنسى الكلام ده. ليتس جو اون ا بيج ويل ات ذا اي ذيس ويك اند، طبعا البيج ويل يعني المرجيحه اللي هي بتلف الكبيره دي، طبعا قلنا دي بتبقى موجوده في الفان فير، وقلنا فان فير يا حبايبي اللي هي الملاهي. تعال نشوف نمبر 40 بيقول اي لاف ذا فيش بات اي دينت سي اني ويلز ات ذا، بيقول انا حبيت السمكه بس ما شفتش اي حيتان فين، قلنا ما شفتش حيتان في الاكواريوم، هنا اكواريوم اللي هو متحف الاحياء المائيه. نمبر 41 بيقول اي كودنت دو ماي هوم ورك بيكوز ماي لابتوب اي وركينج، طبعا ما قدرتش اعمل الواجب بتاعي لان اللابتوب اكيد توقف عن العمل. طب يعني ايه توقف عن العمل؟ قال لي يعني stopped working، تاني stopped working. نمبر 42 بيقول the homework was very difficult so I am nervous، طبعا بيقول الواجب كان صعب عشان كده شعرت. فين يشعر؟ قال لي يشعر معناها فيل. طيب الماضي بتاع فيل ايه يا حبايبي؟ يا ترى فيلد؟ قال لي لا فيلد معناها فشل. طب يا ترى فيل؟ قال لي لا ده فيلد الماضي بتاع فول معناها سقط. طيب الماضي بتاع فيل؟ قال لي فيلت، فيلت معناها شعر. نوع الفيلد دي معناها ايه؟ معناها ملأ. طيب نمبر 43 بيقول ات واز جريت ات ذا اي ماي تيم 1-2-2-0، بيقول لي الفريق بتاعي كسب 2-0 يبقى كان شيء عظيم. واحنا فين؟ اكيد كنا فين يا حبايبي؟ في الاستاد، والاستاد اسمه فوتبول ستاديوم، تاني فوتبول ستاديوم. نمبر 44 بيقول لي وي ليرند ا لوت اباوت ذا ايرث اند ذا مون، طبعا هنتعلم عن الارض والكواكب والنجوم وكل ده اكيد في البلانيتيريوم، قلنا بلانيتيريوم اللي هو القبة السماوية. طيب نمبر 45 بيقول لي روبنسون كروزو از ا ستوري اي دانييل ديفو، قلت لكم يا حبايبي لما اجي اقول مين اللي كتبها بواسطة مين يعني بجيب حرف الجر باي، فاقول باي دانييل ديفو. تعال نشوف 46 بيقول لي ذا بولز ار فيري هيفي، الكور بتبقى تقيلة في لعبة ايه؟ اكيد في البولينج الي، في البولينج الي يعني في صالة البولينج. اي لايك ايه بات اتس ديفيكولت تو اوبن ذيم، بقول انا بحب ايه بس صعب ان انا افتحها. طبعا مين في دول اللي صعبه تفتحها؟ يا ترى الكتب صعبه تفتحها؟ هقول لك لا طبعا. طب يا ترى الخضروات؟ هتقول لي لا طبعا. طب الشوكولاته؟ لا طبعا بتتفتح سهل خالص. امال مين؟ الكوكونات، جوز الهند هو اللي صعب قوي في الفتح. 48 بيقول اي وين فور اي لاست ويك اند، بيقول اي وين فور، طبعا كلنا عارفين يا حبايبي ان جو بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، بس قال لي لو جه وراها فور قال لي بجيب وراها ناون، ما ينفعش اجيب وراها فيرب بلس اي ان جي. يعني لما اقول he went swimming يعني هو ذهب للسباحه، هقول لك هنا عشان اجيب الفير بلس اي ان جي ما يكونش فيه فاصل بين جو او went واللي وراها. طب يا ترى هنا ما فيش فاصل؟ قال لي لا جيب فور، قال لي طالما جيب فور قال لي ما ينفعش اجيب فعل فيه اي ان جي، قال لي هجيب اسم والاسم اجيب قبله ايه، فبالتالي هقول اي went فور a swim، then I went for a swim، a swim يعني ذهبت للسباحه.
اوعى تقول I went for swimming ولا I went for a swimming. لا هقول I went for a swim. شكل ما اقول I go walking and I go for a walk. For a walk يعني يذهب للتمشي. طب number 49 بقول I ate a haircut last Friday. قلنا last Friday من علامات الماضي. جميل, طالما من علامات الماضي يبقى اذا انا عايز اخد فعل في الماضي. حلينا قبل كده مصر, قال لي لا بس هنا لازم اخلي بالي مين الفعل اللي بيجي مع haircut. هناك كان جايب لي افعال واحد مضارع واحد ماضي, لكن هنا اختلاف الافعال, يبقى لازم اكون حافظ مين اللي بيجي مع haircut هو had. طيب my grandfather was a and visited countries all over the world on ships. on ships يعني على السفن. خلي بالك طالما على السفن يبقى اذا كان شغال ايه, هتقول لي كان شغال بحار. طب بحار دي ولا دي؟ هقول لك لا دي معناها soldier. soldier دي معناها جندي, انما بحار يعني sailor. تاني بحار يعني sailor. number 51 بيقول لي do you like working with other people؟ قلنا other يا حبيبي بيجوا رأي اسم جمع. or do you prefer to work ايه؟ ولا انت بتفضل تشتغل ايه؟ يبقى اذا تحب تشتغل مع الناس ولا تشتغل لوحدك؟ يعني ايه بمفردك بقى؟ قال لي alone. تاني اسمها alone. alone يعني بمفرد. اللي بعدها 52 بيقول my brother can buy this tablet. ما يقدرش يشتري التابلت ده. it's too a. طالما ما يقدرش يشتري يبقى اكيد it's too expensive. وان expensive معنى غالي. 53 بيقول all the shops يعني كل المحلات were a so we couldn't buy any food. طالما ما قدرناش نشتري يبقى كل المحلات كانت ايه؟ هتقول لي كانت قافله. طيب فين كانت قافله؟ قال لي closed. تاني closed معناها قافله. number 54 بيقول I didn't like this story. انا مش حابب القصه دي. I thought the writing was. طالما مش حبيبها يبقى كانت fantastic. هتقول لي لا طبعا. طب great عظيمه, هتقول لي لا طبعا. nice دي كلها صفه كويسه, انما طالما قال لي مش حبيبها يبقى اكيد كانت terrible. وterrible بمعنى فظيع. 52 بيقول لي do you think this glass bottle يعني هل تعتقد ان الايه الازازه دي will a in the water. طبعا هنا will sink in the water. عندنا كلمة sink يعني يغوص, وعندنا float بمعنى يطفو. فبقول لي هل تعتقد ان الازازة دي هتغوص في الماء؟ 56 بيقول a is a place where there are a lot of thick trees and grass. بيقول لي فيه اشجار كتيرة سميكة يعني خلاص, وكمان عشب. ده اكيد فينا حبايبي في الجانجل. وقلنا يعني جانجل يعني غابة ادغال, لما ديزرت معناها صحراء وهيل معناها تل, وماونتن يعني جبل. 57 بيقول لي when the car stopped. بيقول لي لما العربية توقفت I walked in the jungle for 3 hours. طبعا يا حبايبي يمشي خلال اسمها walk through. تاني walk through, فعشان كده هقول I walked through the jungle. طيب تعال نشوف 58 بيقول حسن forgot to bring any food for the picnic يعني نسي يجيب اي طعام من اجل النزهه. but he can eat our food. هو نسي يجيب لكن يقدر يشاركنا في الاكل. يعني ايه يشارك يا حبايبي؟ يا ترى ديفايد؟ قال لي لا ديفايد دي معناها يقسم. طيب امال؟ قال لي شير. شير اللي معناها يشارك. طيب نمبر 59 بيقول لي my older brother has a for a new job. بيقول لي ان اخويا الكبير اكيد عنده مقابله, والمقابله اسمها يا حبايبي انترفيو, فعشان كده هقول has an interview for a new job. number 60 بيقول I enjoy having vegetables on my pizza. بيقول انا بستمتع ان انا احط خضروات على البيتزا. especially a and olives. يبقى انا هجيب حاجه من الخضروات. يا ترى البناناس خضروات؟ هتقولي لا. طب الاورنجز؟ هتقولي لا. طب البيبرز؟ هتقولي لا. امال مين الخضروات؟ قال لي بيبرز بمعنى فلفل. 61 بيقول our classroom has many things a the whiteboard. طبعا هنا بيقول لي في حاجات كتير متضمنه او تشمل, وكلمه تشمل يا حبايبي واخدينها include. تاني include معناها تشمل او تتضمن. 62 بيقول people first played a music a long time ago. طبعا بيقول لي طالما من وقت طويل فاكيد دي موسيقى, ولا هي pop ولا rock ولا jazz, اكيد هي traditional. قلنا traditional معنى تقليدي. اللي بعدها بيقول لي when you put stone in water لما تحط حجر في الميه it will. يا ترى لما تحط الحجر في الميه ايه اللي بيحصل له؟ احنا عايزين يا sink يا float. طبعا الحجر لو رميته في الميه اكيد sink. sink بمعنى يغطس. طيب نمبر 64 بيقول we decided to play basketball at the sports e. طبعا سبورت سنتر, وانا سبورت سنتر يعني مركز رياضي. طب تعال نشوف 65 بيقول عمر ايه breakfast at 7 o'clock this morning. طبعا هنا this morning من علامات الماضي. طيب ايه الفعل اللي هيجي مع breakfast؟ قال لي have. طب بس انا عايزه في الماضي يبقى had. so عمر had breakfast. طب تعال نشوف 66 بيقول I am my best friend at the club yesterday. هقول لك yesterday دي يا حبيبي من علامات, هتقول لي من علامات الماضي, يبقى روح على طول الفعل اللي في الماضي. فين الفعل اللي في الماضي؟ قال لي
met so I met طب تعال نشوف 6 7 بيقول له I is swimming in the pool with my friend last Friday هقول له برضه last من علامات الماضي طيب يبقى اروح للفعل اللي في الماضي فين الفعل اللي في الماضي هيقول لي went طيب 68 بيقول لي it was your last birthday قال لي it was nice هنا مهم جدا ان انا اقرا الاجابه عشان هعرف من خلالها السؤال كان باي اداه استفهام طبعا انا بسال عن الصفه او حال بكلمه هاو فهقول هاو واز يور بيرثداي 69 بيقول لي وات ديد يو اي لاست ويك اند طبعا هنا حبايبي قلت طالما في السؤال ديد يعني طالما في ديد في السؤال او ديدنت في النفي خلي بالك من الكلام تاني ديد في السؤال او ديدنت في النفي اللي يجي ورايا حبايبي لازم يكون مصدر ما ينفعش اي حاجه غير كده لازم يكون مصدر فلما اقول وات ديد يو لازم اجيب معاها دو طيب بيقول لي ايه يو جات ان يو سكول باج قلت يا حبايبي طالما شفت جات يبقى على طول هسال بالفعل المساعد هاف اور هاز فعشان كده لازم اقول هاف يو جات طب ما اخدش هاز ليه اقول له عشان يو وقلنا يو وي وذي بياخدوا هاف انما هي وشي وات والاسم المفرد كل دول بياخدوا هاز طيب نمبر 71 بيقول لي هاو اي يور لاست ويك اند طبعا هنا لما الناس هتشوف لاست هقول لك اه ده كلام في الماضي فانا اجيب مين ديد هقول لك لا حاسب ديد مرتبطه بالفعل اللي في المصدر يعني في فعل في المصدر يبقى اجيب في الماضي ديد مفيش فعل في المصدر اوعى تجيب ديد فبالتالي هنا لازم اقول هاو واز قلت طالما مفيش فعل بروح لواز وير فعشان كده هقول هاو واز يور لاست ويكند 72 بيقول كروزو اي سليب اون ا بيت طبعا هنا سليب فعل في المصدر طيب الفعل اللي في المصدر ده يجي قبله هافنت هتقولي لا هافنت بيجي وراها تصريف ثالث طب هازن نفس الفكره طيب دونت بيجي وراها مصدر هتقولي بس كروز ده مالي يا حبايبي مفرد يعني ياخد دازنت يبقى ما فيش غير مين يا حبايبي ما فيش غير كانت 73 بيقول لي شي وينت تو سكول اي شي فيلت ال بيقول لي يا ذهبت المدرسه هي شعرت بتعب طبعا لو انا شفت الجملتين هلاقي ما بينهم تناقض وطالما بينهم تناقض يبقى اكيد الرابط بتاعها هو الظاهر والذو معناها على الرغم من يبقى اذا هقول هي ذهبت الى المدرسه برغم انها شعرت بتاع 74 بيقول لي يو ات ذا ميوزيوم لاست ويك طبعا برضو الناس هتشوف لاست ويك هتقول على طول مين ديد هقول لك لا دايما لما تشوف علامه من علامات الماضي وفي ديد واز وير في السؤال استنى شويه شوف في فعل ولا ما فيش طب يا ترى هنا في فعل هتقول لي لا ما فيش فعل يبقى مستحيل اجيب ديد امال هجيب مين واز اور وير طب هنا هجيب where so where you at the museum last week طب تعال نشوف 75 بيقول لي سي ذا ايلاند هنا لازم اكد على ان سي فعل في المصدر يعني ما ينفعش اجيب قبله وير لان وير بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي ما ينفعش اجيب قبلها هاف لان هاف بيجي وراها باست بارتيسيبل تصريف ثالث ما ينفعش اجيب قبلها ار لان ار برضه بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي فلازم اقول كان يو سي لان كان الافعال الناقصه بيجي وراها مصدر الفعل طب 76 بيقول لي وات تايم اي يو جو تو سكول قال لي اي جو تو سكول هنا حبايبي لازم اركز هل الفعل حصل له تغييرات ولا لا هتلاقي ان جو راحت شكل ما هي جو وقلت امتى الفعل يروح شكل ما هو قال لي اذا كان الفعل المساعد بتاعي دو فاقول وات تايم دو يو جو تو سكول قال لي اي جو تو سكول ات 7 o'clock نمبر 77 بيقول لي ديد يو اي شوبينج ات ذا ويكند قلت حبيبي طالما جبت ديد اللي بيحصل بقى قال لي اه بيرجع الفعل المصدر ويبقى لازم اقول ديد يو جو تاني ديد يو جو 78 بيقول لي يو تولر ذان يور براذرز اند سيسترز طبعا يا حبايبي لازم ابص هنا كلمه تولر دي صفه خلاص يعني ما فيش فعل يبقى اذا ما ينفعش اجيب هاف وما ينفعش اجيب ديد ما ينفعش اجيب دو ليه كل ده يا مستر عايز فعل فبالتالي لازم اقول ار يو تاني ار يو تولر طيب 79 بيقول لي ديد يو جو تو ذا ميوزيوم لازم اقرا الاجابه قال لي اي ونت ذير تو ويكس اجو قال لي جاب لي وقت طالما جاب لي وقت يبقى السؤال بتاعي كان بوين وين معناها متى بيقول لي دو يو لايك جاز هل انت بتحب الجاز موسيقى الجاز يعني قال لي نو اي اي لايك جاز بات اي لايك بوب يبقى نو اي طالما سائل بدو يبقى نو اي دونت النفي بتاعي يبقى بدونت طيب نمبر 81 بيقول اي لايك فروت اي اتس جود فور مي طبعا بيقول انا بحب الايه الفاكهه واداني السبب وقلنا السبب يا حبايبي بيجي قبله بيكوز فاذا هقول اي لايك فروت بيكوز اتس جود فور مي طب نمبر 82 بيقول لي ايه دو يو كام تو سكول قال لي اي كام تو سكول باي باس هلاحظ ان اداني ايه يا حبايبي وسيله وطالما اداني وسيله يبقى السؤال بتاعي كان بهاو يبقى هاو دو يو كام تو سكول طيب نمبر 83 بيقول لي علا لافز بلاينج تنس علا بتحب لعب الايه التنس she isn't very good at it مش كويسه فيه طيب هلاقي بين الجملتين ايه هتقول لي تناقض يبقى اذا لازم اجيب although
تاني although معناها على الرغم من. 84 بولي we stayed in hotel يعني قعدنا في فندق. we were very tired يعني احنا كنا مرهقين. طبعا احنا قعدنا في فندق لاننا كنا مرهقين. يبقى انا هنا عايز اجيب الرابط اللي قبل السبب. طبعا ده السبب ان احنا روحنا قعدنا في فندق ان احنا كنا مرهقين, فبالتالي لازم اختار because we were very tired. number 85 بولي the pizza was really good it was expensive كانت جيدة بس كانت ايه غالية. يبقى فينا ايه تناقض. يبقى اذا لازم اختار although. يبقى هقول the pizza was really good although it was expensive. number 86 well it was a terrible day كان يوم فظيع. ايه my team lost 5-2-2. طبعا هنا مديني السبب اللي انا بقول عشان انه اليوم فظيع, والسبب يا حبايبي بيجي قبله because, تاني بيجي قبله because. يبقى it was a terrible day because my team lost 5-2-2. تعال نشوف يلا 87 بولي ناديا A5 is frightened of the dark. قلنا التي تبلغ من العمر اسمها aged, تاني يبقى حول ناديا aged 5. طبعا يا حبايبي دي تركيبه اصلها who is aged, فبيشيل who ويشيل is وبيسيب لي aged بس. طيب number 88 بولي there is a match between Egypt and Morocco in the A today. طبعا المباراة هتكون فين يا حبايبي؟ اكيد هتكون في الاستاديوم يعني في الاستاد. I rode on the big A in Dream Park. ركبت المرجيحة. طيب اذا I rode on the big wheel. قلنا تاني المرجيحة اسمها wheel. number 90 بولي you can see a lot of A in the Egyptian museum. طبعا بشوف في المتحف ايه يا حبايبي؟ يا ترى studies or temples or centers or statues. قلنا statues معنى تماثيل. number 91 بول I wear my school A every day. طبعا بلبس A المدرسة. اوعى تقول clothes لان الزي بتاع المدرسة بقى زي موحد او زي رسمي, فبقول uniform. تاني بقول uniform. number 92 بولي the opposite of float is A. عكس float اللي يطفو اكيد sink, وsink بمعنى يغرق مش think, دي think لكن دي sink بمعنى يغرق. طيب 93 بولي the tower is 164 meters A. طبعا قلت احبابي ان طول البرج ده طول رأسي مش طول افقي, فبالتالي لازم اقول high او tall. تاني high او tall, هنا مفيش tall فانا هاخد طبعا كلمة high. 94 بولي 37500 people live in Paris. طبعا في هنا then فعلى طول هجيب صفة er اللي هي more than يعني more than اكثر من. تاني more than معناها اكثر من. number 95 بولي tennis is less dangerous a football. تقولك احبابي طالما في less or more or er على طول بيجي وراها than لان دي مقارنة بين اتنين. number 96 بولي building is taller the Shanghai tower or the Alhambra tower. قلتلك احبابي لما اقارن بين اتنين او اسأل عن مقارنة دايما بسأل بكلمة which, which غير العاقل وهو للعاقل, يبقى لازم اقول which building is taller. طيب number 97 بولي Cairo is A than Aswan. طالما في than يبقى هاخد الصفة اللي فيها ER. طب دي صفة طويلة يا مستر فهاخد على طول more crowded than. تاني more crowded than. طيب تعال نشوف 98 بولي Bangkok became the A of Thailand about 600 years ago. طبعا يا حبايبي بانكوك اصبحت عاصمة والعاصمة اسمها capital. تاني العاصمة اسمها capital. طيب number 99 بولي the red pyramid يعني الهرم الاحمر is 105 A tall. طبعا الطول بيتقاس بالمتر فبالتالي هقول meters tall. تاني meters tall. طيب number 100 بولي my father usually watches TV in the evening. طبعا يا حبايبي عروض التلفزيون اسمها TV shows شكل ما حفظنا. تاني اسمها TV shows. 101 بولي people air rivers over bridges. طبعا بقول لي ان الناس ايه الانهار over bridges على الكباري. طبعا اكيد cross, وقلنا cross حبايبي معناها يعبر. تاني cross معناها يعبر. 102 بولي the teacher was angry because the students were very A. بقول المدرس كان غضبان لان الطلبة كانوا ايه طبعا لان الطلبة كانوا بيعملوا وش. طيب فين الصفة اللي هم مشاغبين اسمها noisy. تاني اسمها noisy. طيب 103 بولي what do you eat about going to the sports club tonight. طبعا قلنا حبايبي لما اجي اخد رأي واحد بقول له what do you think. تاني بقول له what do you think about. تاني what do you think about يعني ما رأيك فيه. 104 بولي do you eat that Egypt is a great country. طبعا برضو لما اجي اخد رأي واحد ممكن اقول له do you agree. يعني do you agree يعني هل انت تتفق معي. تاني do you agree يعني هل انت تتفق معي. تعال نشوف يلا 105 بولي the تحيا مصر A goes over the Nile in Cairo. طبعا قلنا حبايبي اسمه تحيا مصري بريدج لانه كوبري, فبالتالي هقول تحيا مصر
bridge on a suspension bridge يعني كوبري معلق. 106 بيقول the Cairo A is the tallest building in Egypt طبعا أعلى مبنى في مصر هو الكايرو تاور قلنا تاور بمعنى برج. 107 طنطا is not a very big A بيقول إن طنطا ديت مش إيه كبيرة طبعا مش مدينة كبيرة. طيب مش مدينة كبيرة فيبقى اسمها ها سيتي تاني مدينة كبيرة يعني سيتي. طيب 108 بيقول إذا تحيا مصر هو جابها لي حبايبي bridge is the world's widest A bridge قلت حبايبي كوبري معلق اسمه suspension bridge تاني suspension bridge. Number 109 بولي we need to buy some more water محتاجين نشتري مية أكتر. ليه يا سيدي؟ قال لي this bottle is A طبعا طالما محتاجين مية يبقى أكيد الإزازة فاضية وقلنا كلمة فارغ يعني empty تاني فارغ معناها empty. 110 بولي only people and bikes can go down that road because it's very A طبعا الناس وكمان الدرجات هي اللي تقدر تمشي بس في الطريق ده يبقى أكيد الطريق ده إيه؟ أكيد narrow narrow معناها ضيق. 111 بيقول we can't swim across the river ما نقدرش نعوم عبر النهر here من المنطقة دي because it's very A أكيد ما نقدرش نعوم من خلال المنطقة دي لأنها واسعة واسع معناها wide تاني واسع معناها wide. 112 بيقول the market too is always very busy بيبقى مشغول أو مزدحم at this time في الوقت ده don't go now or it will be very A يبقى أنا عايز المعنى بتاع busy يبقى أكيد هيبقى crowded وcrowded برضو بمعنى مزدحم. طيب 113 بقول sunglasses can aid your eyes from the sun بقول لي ان sunglasses ممكن ايه اكيد تحمي عينيك من الشمس يعني ايه تحمي قال protect تاني تحمي معناها protect. طيب 114 بقول India has a of more than 1 billion بقول لي الهند فيها اكتر من مليار. طيب من مليار ايه؟ قال لي من مليار من عدد السكان يعني عدد السكان قال لي population اما pollution ده حبيبي اللي هو التلوث. طيب 115 بيقول لي the Egyptian museum is full of a lot of A objects بيقول لي ان المتحف المصري مليان اشياء A طبعا اشياء تاريخيه يعني ايه تاريخي؟ قال لي historical تاني تاريخي معناها historical. 116 بيقول لي tourists try to find the A to get enough information about the places they are visiting طبعا السياح بيستعملوا يا حبيبي عشان يجيبوا معلومات عن الاماكن اللي هم عايزينها اكيد اسمه جايد بوك تاني جايد بوك اللي هو مرشد او كتاب ارشاد. 117 بيقول لي the Cotard Tunnel in Switzerland is 2.3 kilometers A under the ground اكيد طبعا طوله وطبعا طول الانفاق طول افقي وان الطول الافقي يا حبايبي بياخد لونج تاني الطول الافقي بياخد لونج. 118 بيقول لي what do you A about going to the sports club tonight طبعا هنا برضو لما اخد رأي فاقول what do you think about what's your A of doing a sport every week برضو لما اجي اطلب رأي واحد بقوله what's your opinion يعني ما رأيك اذا ممكن اقول what do you think or what's your opinion or do you agree. طب 120 بيقول ايه means not safe يعني not safe ليس امن. طب معنى ان الشيء ليس امن معنى ان هو dangerous وان dangerous معنى خطير. 121 بيقول the A is very slow we will be late بيقول هيكون بطيء واحنا هنتأخر يبقى مين اللي هيكون بطيء او مزدحم قال الترافيك ترافيك يا حبايبي اللي هي المرور. ذا تمبل قلنا تمبل يا حبايبي بمعنى معبد بيقول المعبد is full of A that carry its roof مين اللي هتشيل السقف في المعبد اكيد الكولوم قلنا الكولومز اللي هي الايه اللي هي الاعمده. طيب تعال نشوف 123 بيقول لي we should A our visitors and meet them in a friendly way بيقول لي لازم نعمل ايه في الزوار بتوعنا ونقابلهم بشكل ودود اكيد ويلكم يعني ويلكم قال لي ويلكم معناها يرحب تاني ويلكم معناها يرحب. طب 124 بيقول لي my father leaves his car in the car A بيقول لي بابا بيسيب العربيه بتاعته leave معناها يترك بيترك العربيه بتاعته اكيد بيتركها فين يا حبايبي في الكار بارك وان بارك بمعنى موقف تاني بارك بمعنى موقف. 125 بيقول لي the opposite of quiet is عايزين عكس مين يا حبايبي quiet وان quiet دي معناها هادي يبقى اكيد عكسها noisy خلاص ونايزي بمعنى صاخب. 126 بيقول لي this building has no people in it بيقول المبنى ده ما فيهوش ناس اكيد اتس ايه لسه قايلين دلوقتي اتس امبتي ويعني امبتي فارغ. 127 بيقول لي the teacher asked the students to work in pairs and they a quiz يشتغلوا في ثنائيات ويحلوا المساله كلمه يحل مساله ويحل لغز اسمها دو كويز تاني دو اكويز.
128 بيقول يو كان انجوي ووكينج اون ذا تحيا مصر بريدج ايه سانسيت. قلنا يا حبايبي السانسيت ده وقت بياخد حرف الجر ات ات سانسيت. طيب 129 بيقول لي اتس امبورتنت تو بي بولايت وين يو ايه يور اوبينيون. طبعا لما تيجي تدي رايك المفروض تكون مؤدب يعني يعطي راي قال لي جيف اوبينيون. 130 بيقول لي ماونتين كلايمينج از ذا موست اي سبورت ميني بيبل فول اند داي. بيقول لي ناس كتير بتقع وبتموت فاذا تسلق الجبال تاني ماونتين كلايمينج تسلق الجبال از ذا موست ايه اكيد ذا موست dangerous وانا dangerous معنى خطير. طيب 131 بقول I think it's important to be a من المهم انك تكون ايه يا ترى health الصحة نفسها ولا unhealthy غير صحي ولا healthy اكيد healthy healthy بمعنى صحيح. 132 بقول what's the a subject at school. طبعا طالما جاب لي ذا يبقى اكيد هيجيب لي صفة est. طب فين هنا الصفة est؟ قال لي most difficult. طب a whale can hear another whale 160 كيلومترز اي. طبعا من على بعد اسمها away بس لاحظ away الأخيرة الـ A أصلية في الكلمة مش بعيد عنها لأن away دي معناها طريق. 134 بولي ماونت ايفرست از اي ذان ماونت كيلمنجارو. خلي بالك طالما في ذان يبقى الصفة فيها ER خلاص يبقى هاخد higher. 135 بولي كايرو از اي كراودد ذان اسوان. طالما في هنا ذان خلي بالكوا حبايبي الناس بتفكر ان ذان لازم تكون لازقه في الصفه لا طبعا ممكن ياخرها لي بعدها شويه. طبعا هنا ذان يبقى على طول صفه ايه كراودد دي صفه ايه طويله يبقى لازم اجيب مور يبقى مور كراودد. طيب the pyramids at Giza are a for tourists to visit than the red pyramid. خلي بالك بقى هنا جاب لي مين؟ قال لي جاب لي ذان خلاص يبقى لازم اجيب صفه ER. فين صفة الـ ER؟ قال لي easier. طب ما قلتش يا مستر more easy؟ لا لأن easy short adjective يعني صفة قصيرة. 137 بيقول لي the traffic is A in the city than in the countryside. هقول له برضه جاب لي هنا مين؟ than. يبقى أنا عايز الصفة اللي فيها ER صفة المقارنة. هنا الصفة اللي عندي شاذة اللي هي مين يا حبايبي؟ worse. تاني worse. 138 بيقول لي some people think math is a subject of all. قال لي of all من كل المواد يبقى اذا انا بقارنها بكل المواد وطالما بقارن بكل المواد يبقى عايز ذا صفه اي سي تي. طب فين ذا صفه اي سي تي؟ قال لي the most difficult. تاني the most difficult. 139 بيقول لي I'm shorter than my brother يعني انا اقصر من اخويا but my sister is taller لكن اختي اطول than him اطول منه she is A in our family. هنا بقى بقارنها بكل الاسره يبقى لازم اجيب ذا وصفه اي سي تي يبقى لازم اقول the tallest. تاني لازم اقول يا حبايبي the tallest. 140 بيقول لي ice skating is safer than skiing but mountain climbing is a sport of all. برضو هنا بيقارنها بكل الرياضات. It's also اللي حتى بعدها the most expensive يبقى اكيد برضه هقول the most dangerous. The most dangerous يعني الاكثر خطوره. 141 بيقول لي some of eight buildings in the world are also the most beautiful. واللي ايضا the most beautiful يبقى عايز برضه يجيب لي الايه الاكثر حاجه يبقى المفروض اقول the oldest. The safest يبقى قارنها بكل المباني. 142 بيقول لي how is Nile View building. قال لي it's 3 years old. قلت لازم اخلي بالي من التمييز. التمييز هنا old يبقى اكيد هسال بهاو old. طب لو قال لي اسال بوات اقول له وات ايج ليه يا مستر عشان وات بيجي وراها اسم انما هاو بيجي وراها يا حبايبي شكل ما اتفقنا صفه. طيب 143 بيقول لي هاو ايه از ذا كار بارك. قال لي it's 10 meters under the ground تحت الارض فبالتالي لازم اقول ديب يبقى هاو ديب يعني ما عمق لان علي 10 متر تحت الارض. طب 145 بيقول لي هاو اي از ذا رود. قال لي اتس 2 كيلومترز لونج. التمييز هنا مين؟ لونج يبقى اكيد هاو لونج يعني ما طول. طب لو وات يا مستر اكيد هقول وات لينث. طيب تعال نشوف 146 بيقول لي هاو اي ذا كينجز هاوس بيلدينج. قال لي اتس 23 meters high. قال لي يبقى كده بيسأل عن الايه الطول او الارتفاع يبقى اذا هقول how high. طيب 147 بيقول لي which house has the eight people. طالما في ذا يا حبايبي معايا صفه جميل اي سي تي يبقى لازم اجيب most. 148 بيقول لي I think motorbikes are eight than bikes. طالما في ذا يبقى الصفه يكون فيها ER. طب ما فيش ER لان الصفه طويله يبقى اكيد هجيب more dangerous. تاني more dangerous. 149 بيقول لي my sister didn't like the book I loved it.
طبعا هنا اختي ما حبيتش الكتاب لكن انا حبيته، تناقض، فاذا هجيب مين يا حبايبي؟ but تاني، but I loved it. The next 151. How is تحيا مستر بريدج؟ اكيد هيسأل عن ايه في الكوبري. طبعا يا ترى هقول هاو طول؟ لا طبعا، لان طول الكوبري مش راسي. هاو اوفن؟ كم عدد المرات؟ لا طبعا. طب هاو ميني؟ لا طبعا اكيد هقول هاو وايد. هاو وايد معناها ما تسع، يبقى اما هيقول لي هاو وايد يا اما هيقول لي هاو لونج، يعني ما طول الافقي. واللي وي شود لوك ايه اور هيستوريكال بليسز، قلت حبايبي يعتني بيه اسمها لوك افتر، تاني يعتني بيه اسمها لوك افتر. 153 بيقول لي ذا تحيا مستر بريدج has a glass A so people can see the river، طالما هيشوفوا النهر تحتهم يبقى اكيد ديت glass A، اكيد glass floor يعني ارضيه زجاجيه. The Egyptian Museum has valuable A، بيقول لي ان المتحف المصري فيه ايه؟ طب احنا قلنا قبل كده statues، طب هنا ما فيش statues يبقى اكيد هختار treasures، وان treasures يا حبايبي معناها كنوز، تاني treasures معناها كنوز، انما measures معناها مقاسات، وعندنا awards معناها جوائز، وبليجر معناها متعه. The last one، اخر واحده، بيقول لي a or an is a period of 100 years، فتره 100 سنه، قلنا فتره 100 سنه حبايبي بسميها century، وقلنا century بمعنى قرن. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة انزل اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وتابعنا في شرح الجرامر بتاع المنهج، وكمان حل التمارين اللي عليه اللي موجودة في كتب جيم المعاصر، وكمان بيت باي بيت. ركز جدا في الامتحان، وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. سلام عليكم.